جديد. اما الان راح ننتقل لفد موضوع جدا مهم اللي احنا دائما ممكن متوجهين له او ممكن بعض الاحيان نتجاهله. طبعا راح نتحدث عن الشبكات وعن مواقع التواصل الاجتماعي والاي تي بصوره عامه بالعراق. راح يكون ويانا المهندس محمد فيصل متخصص بالشبكات وايضا التكنولوجيا والمعلومات. صباح الخير. طبعا بداية استاذ محمد، انه الاغلبية يمكن يجهلون موضوع الاي تي. نعم. ذكرنا انه كنت اتحدث معك قبل قليل بالدول الاخرى انه هو اكو تخصص كامل من بعد السادس، يعني قبل السادس ينتقل له اسمه اي تي وتتخرج في الجامعة. نعم. فياريت انه نفهم المشاهدين اكثر انه مبدا الاي تي بالضبط شنو ككلمه وكمعنى، يعني هي اصلا تجي مختصر لكلمه معينة. نعم. فياريت انه نشرح. الاي تي هو انفورميشن تكنولوجي، مجال كلش كبير يحتوي على عدد كبير من العلوم، علوم الحاسبات، هندسة برامجيات، تطبيق معلومات. كثير من الحقول المتجهة حاليا دول العالم بالاي تي، احنا نقول عليها اي تي بس هي عدة مجالات. صحيح. الصورة اللي ماخذيها البعض والاكثرية كمجتمعنا انه الاي تي لازم يعرف كل شيء، وهاي صورة خاطئة. الاي تي لازم يكون مختص بشغله معينه، يكون عنده باك جراوند بقيه متفرع الامور. متفرع هو. اي لان فروعه كلش هوايه. فالاي تي اصبح الان هو عباره عن خدمات، يعني يقدم خدمه. خدمه حاليا هي عصب حيوي بكل دول العالم. يستخدم في مجال النقل، الاتصالات، البنى التحتيه، في التتش ويا المواطن. مثلا بعض الدول حتى موضوع انه يريد كباص مثلا نقل خارجي ممكن يعرف حتى الوقت ايش وقت يجيب. كخدمات هنا نستخدم احنا حاليا الاي تي انه لازم يكون انترنت او شغلات بسيطه. بالضبط. احنا ببلدنا لازم نطور هذا الشيء. طيب. كخدمات لازم تتطور، لانه الاي تي هو عباره حاليا انه لازم ماخذين صوره انه الاي تي لازم يعرف يطبع سريع، لازم يعرف يفرمت سريع او يصلح له حاسبه. لا، مو هو هذا الاي تي. مو هاي الفكره صحيحه. نعم. بالضبط. اكو اختلاف بوجهه النظر. طبعا اكو فرق بين مهندس مثلا حاسبات انه يعرف يصلح الحاسبه، واي تي يقدم خدمه شبكات، انترنت، قواعد بيانات، يصمم لمواقع انترنت، يقدم لخدمات معينه. طيب بالفتره الاخيره انتشر هاشتاج اسمه اي تي لايف 2017. طبعا اكو صار عليه فد حديث كبير، هجوم كبير من قبل الكثير من الناس. ممكن ظهروا بناس ما كانوا موجودين على الساحه. نعم. او ما حد انه قدر يوصلهم المعلومه انه احنا عندنا ترى هيش تطور ممكن نستخدمه. طيب بما انه انت صاحب الفكره، شلون صار هو طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر. نعم. على فيسبوك وتويتر. نعم. شلون كونت الفكره؟ منين جت الفكره؟ شنو سببها؟ وبعدين. نعم. حتى انه نحكي بالتفاصيل اكثر عن هذا الهاشتاج. انا مختص بموضوع التدريب المناهج العالميه الخاصه بالتكنولوجيا المعلومات المختصه بالشبكات سيسكو من سنه 2008. فعندي الكثير من الطلاب والندوات والملتقى، فد ملتقى معين دائما يصير ويا الطلبه. ففكره انه الطلاب الجدد خاصه الخريجين والناس اللي داخله بهذا المجال متعطشه انه تعرف هاي التكنولوجي، لان بالجامعات تعرفين التدريس هو اساس الماده العلميه. بالضبط. فالتكنولوجي او تكنولوجيا المعلومات بشكل عام يختلف عن بقيه العلوم، لان تطوره احتمال كل ساعه. فعمليه تطوير هذا العلم يخلي انه اللي يتخرج او اللي يدخل هذا المجال يتفاجئ انه هو يعرف شيء والمقابله في التكنولوجيا معينه. بالضبط. فحبينا انه عندنا مستويات بالعراق كلش هوايه، الناس الجدد، الناس اللي يدخلون هذا المجال، وناس عندنا خبره عندهم كلش كبيره بهذا الموضوع. حبينا انه نسوي فد ملتقى بشكل صغير انه نجمع هاي الخبرات نوحدها. نظره العالم للاي تي بالعراق هي انه مستوى متدني صراحه. صحيح. بالفيسبوك ممكن ندخل على جروبات هوايه بالوطن العربي لا ذكر للعراق الا اشخاص معينين. ففكرنا انطلقت الفكره انه كفكره وليس كمؤتمر او ملتقى، انه يوم 23/12 تقريبا قبل شهر ذكرنا انه انا عندي فكره انه نسوي هيك ملتقى. فدا اتصل ببعض المختصين واخذ ارائهم، وانتم شنو رايكم؟ فشفنا انه تقبلوا حماس من الكل. فانه بما انه الفكره لها حماس مشروع جديد، فطلبنا من بعض الاخوه والاصدقاء
المختصين، دكاترة في الجامعة، مختصين في بعض شركات الاتصالات. سوينا اجتماع مصغر تناقشنا الواقع العام بالنسبة للآي تي بالعراق وشون تطويره وشنو شغلات نقاط الضعف وين يستخدم. فطلعنا بالاجتماع الأول فقط بالاسم اللي هو آي تي لايف. طيب فهذا الآي تي لايف ثاني يوم بعد الاجتماع الصبح انطلق كهاشتاج آي تي لايف 2017. كان هدفنا انه من ذكرنا 2017 انه ان شاء الله نسوي 2018 2016 ونستمر، لان احنا المجتمع المختص بهذا المجال ما عندنا فد ملتقى او فد شيء يجمعنا، لان الاي تي هو بكل مجالات، انتم بقناتكم بالجامعات بكل مكان هذا موجود، فيكون فد تجمع جميل سنوي. فانطلق الهاشتاج بصراحة ما كان متوقع انه. طيب شلون وصلت الفكرة انه منين الناس واللي دعموك او مثلا اللي حاليا يكونون وياك يريدون يتعلمون واكو ناس لا يعلمون؟ نعم. شلون وصلت لهم الفكرة؟ منين انتشر الموضوع؟ الفكرة احنا بالنسبة احنا كمجتمع مختصين بهذا المجال، طبعا اكيد كل الفريندز هو مختصين بهذا المجال. فاني مثلا من نشرته الاخوان والاصدقاء ما تنشروا الموضوع. اللي مختص بهذا المجال متعطش انه يريد فشيء، فهو كملتقى لاول مره بالعراق ما صاير هيك ملتقى، ملتقيات ثقافيه موجوده، اجتماعيه، كل العلوم موجوده، بهذا المجال ماكو اي شيء. من انتشر الموضوع صراحه شفنا الحماس جميل وكلش عجبنا، بس تفاجئنا للعصر بنفس اليوم انه احد جروبات الوطن العربي اللي معروفه اللي سولفتش عليها انه يبارك انه هذا الملتقى، فخلانا قدام مسؤوليه كبيره انه اخذ صدى كبير، فحتى عندنا التخطيط باعداده يعني. طيب الموضوع الفئات اللي يستهدفها هذا الموضوع انه هل هي اكو ممكن فئه عمر معين او بس اللي متخرجين من الاي تي، او مثلا اكو ناس يعني طالعه من موضوع الاي تي بغير تخصص بس تحب انه تاخذ مثلا مثل الدوره او تحب تتعلم به او تدخل بهذا المجال؟ نعم. هل الها فئه معينه او هو مفتوح المجال؟ طبعا انا ما راح احكي كل التفاصيل، يعني مثل ما خلينا غامض تقريبا صار اسبوعين، اكو مفاجآت في هذا الموضوع فما راح اقدر اتطرق على كل شيء، بس انه راح يستهدف انه فكره على الفئات، راح يستهدف كل واحد داخل بمجال الاي تي. حلو. من احنا نسميه فريشمنت، انه مبتدئ الى مستوى بروفيشنال او خبير، بهاي الامور كلها ممكن يغطيها هذا الملتقى والكل يستفاد منه. الكل يكون مستفاد. طيب انه هو كملتقى هو كمشروع اذا يريد مثلا يناقش التكنولوجيا وتطورها بالعراق او لين وين وصلت والاسباب اللي اكو مثلا بعض التكنولوجيا مدى توصل يمنا، انه شنو السبب اللي يخليها توقف، راح يناقش هاي المواضيع. طيب كيف انه توصل المعلومه لبقيه الشعب عامه، يعني انه شو احنا حنوصلها من خلال هذا الاي تي بشكل عام؟ هو موجود بكل مكان. يعني هسه يعني اذا نقول واحد بعيد على موضوع الاي تي بالبيت، مواطن طبيعي عنده اتصال بالاي تي اذا على مود الانترنت، فيعني اكو تاتش بالموضوع. كتكنولوجيا احنا بالعراق موجوده، بس عمليه استخدامها وادارتها قد تكون بشكل غير مرتب، لانه احنا التكنولوجيا دخلتنا تعرفين ورا 2003 دخلنا انفتحنا على هذا الموضوع. نعم. فهذا التجمع راح يفتح افاق ويحاول انه التوعيه في استخدام انه يا طريق ممكن واحد يسلك فيه. حاليا المصادر على الانترنت بالاي تي كلش كبيره، فاللي يريد يدخل هذا المجال مدى يعرف وين يدخل شبكات داتابيز وكثير من الامور، ممكن انه مدى يعرف وين يوصل. هذا راح يدخلون ناس اختصاص بموضوع التوعيه، راح يعرفون يوجهون الطريق الصحيح حتى نقدر ننهض بهذا الموضوع. ننهضون مره اخرى بشكل اقوى، يكون بشكل مثلاً مهيكل بشكل طبيعي. طيب دائما انه نشوف اكو هاي يعني التنظيمات او الملتقى يكون فتره ومثلا شلون نقول يخفض صوته لانه يعني تكون اكو اداره ضعيفه. نعم. طيب شلون راح يتم تنظيمه؟ شلون راح تكون الاداره عليه؟ شلون راح تقدر انت تسيطر على الوضعيه من جميع النواحي؟ هو ما راح يكون انه انا اسيطر، انا طلقت مو الفكره، انت يعني حتكون مجرد فكره والحلم نقول احنا تحقق بموضوع انه طرحنا. طبعا سوينا فيسبوك جروب، هذا الفيسبوك جروب انه منو يقدر يعاوننا او يتطوع بهذا المجال. تقريبا اكثر من 200 واحد تطوع خلال يومين انه الناس تريد تشارك بهذا المؤتمر. تمام. بالنسبه للاداره مالته سوينا لجنه اداريه للناس مختصه على جميع المجالات، كمهندسين في شركات اتصالات، على دكاتره جامعيه، حتى مدراء شركات اتصالات معينه ما نريد نذكر اسماء، ان شاء الله راح تنذكر كلها هي بالايفنتس.
دخلوا وسوينا وعلى جهد متواصل، يعني صار لنا اسبوعين بين 4 إلى 6 ساعات نجتمع ونحاول انه نطلع بملتقى لاول مره، يعني بمستوى اول مره يصدر بالعراق. فسوينا الامور بالنسبه للسبيكرز، الناس اللي راح تجي ناس راح تكون مفاجاه، ناس برا العراق. حلو، يعني هم ضمنها شخصيات انه تكون مختصه بهذا المجال راح تكون حاضره؟ راح يكون مختصه اكيد، ومن خارج موجودة العراق، من خارج العراق ومن داخل العراق، بس اسماء لان احنا كلها مفاجاه. حلو، يعني هذا كله موضوع نسوي مفاجاه صاير في العراق، لانه احنا انا اول مره ترى قناتكم او هو عامه حتى بالسوشيال ميديا من يذكرون طول التفاصيل ما حكينا، لانه شنا بعدنا هسه وصلنا للمراحل النهائيه. المفروض انه هذا الاسبوع راح نعلن عن تفاصيل كل شيء عن هذا الموضوع. طيب السرعه اللي اخذ الموضوع بانتشاره، السبب وراها شخص او سبب وراها ممكن نقول صدفه ولعبت مثلا لعبت دورها؟ لا، لانه شغل وراها، لانه اكو تدقيق. لا، لانه اول مره قلت لك هذا المجتمع مجتمع كلش كبير بالعراق. نعم. يعني مو المختص للخريج علوم حاسبات او هندسه برامج او مهندس حاسبات، الجميع قد يكون هاوي وراح نعطي قصص بهذا الامور، قصص نجاح انه واحد داخل بهذا المجال هو مو اختصاصه. فالمجتمع كلش كبير، مجتمع الاي تي بالعراق، بس يتمنى انه يكون في شيء مجتمع يلتقي كلهم مختصين بهذا المجال، راح يصير شير اكسبيرينس اللي هو تبادل الخبرات. فلهذا اخذ الصدى انه صدى انه ينتشر بسرعه. طيب اليوم يعني اكو زميلتنا مروه كانت يعني تقرا الصحافه، فانه ذكر موضوع على الخصوصيه وممكن على شبكات التجسس. طبعا هاي انه شيء راجع من ضمن الاي تي ومن ضمن التكنولوجيا اللي احنا ما وصلتنا، احنا ما عندنا منظومه تكون موجوده بالتجسس او اللي هكر او انه مثلا يستخدمها مقابل اموال، بس مثلا اكو دول اخرى عندهم منظومه قانون الخصوصيه. بالضبط، هذا ممكن انه احنا نتوصل الى من خلال هذا. راح يكون واحد من الحقول اللي بالايفنت او الملتقى راح يكون مختص انه بهذا الموضوع، وكيف انه كوعي بالنسبه للناس انه شلون نوصل للمواطن شلون يحافظ على خصوصيته، التفاصيل الدقيقه في انه كل واحد مو اي شيء يجي على الانترنت يصدقه، انه ممكن اكو شغلات اللي مو اي تي تعرفين انه يتقبل اي رساله. صحيح. يتقبل هذا الشيء. فكتوعيه عامه راح يكون ناس مختصين بهذا المجال، توعيه تامه، وراح نوجه او يوجهون المختصين بهذا المجال انه شلون يحافظون على خصوصيه، وممكن انه يطرح توصيات للدوله انه شلون نطرح قانون خصوصيه بالنسبه للانترنت، لان الانترنت صار فد شيء موجود بكل مكان. طبعا يعني انه بما انه شويه تكون معلوماتك اكثر بهذا الموضوع، احنا حاليا بالعراق انه تكون عندنا مراقبات او مثلا عقوبات اللي يستخدمون طريقه الهكر او اللي ينزلون يوتيوب بدون حقوق او بدون؟ حاليا انه ماكو عندنا اي فد شيء موجود. لا، ممكن حاليا تبقى الشركه وسياستها. طيب مثلا هذا بعض الناس تنزل لهم مقاطع او تنزل لهم يوتيوب او اشياء مثلا ما يريدوها تنشر. نعم. او صور، هاي لمن يراجع؟ هذا تبقى انه لازم اكو حسب كل شركه، اذا تشوفين انه كل برنامج تنصبيه او فشي دائما اكو هذا الحكي الهوايه يطلع مال الخصوصيه. احنا دائما راسا ندوز اوكي، هذا البرنامج دا يحكي انه هو شنو صلاحياته، ممكن يستخدم المعلومات الخاصه بيك اذا رادت مثلا انه صار فد كيس معين او صارت فد موضوع معين طلبوا بشكل رسمي انه يريدون معلوماتك او معلومات اي احد، ممكن ينطوها. بس تبقى كل شركه مثلا تويتر تختلف عن فيسبوك يوتيوب، تبقى سياسه كل شركه تنشر هاي الخدمه. هو بالتالي قلنا الاي تي هو اللي يقدم خدمه، هذا فابو يوتيوب وجوجل هو اللي يقدم خدمه. فاذا كانت انه هاي الخدمه قد تسيء الى شخص اخر، ممكن يثبت انه هي شايفه انه تطلع مقاطع هوايه على اليوتيوب ورا يومين ما تطلع. بعد صحيح. اثبات انه هذا الموضوع بشكل اثبات وضمن ضوابط تابعه للشركه يوتيوب او فيسبوك او تويتر او جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاثبات وضمن الصلاحيات واللي هم ذكروها انه ممكن يسوون كذا، فلازم يكون كل واحد يريد يكون مطلع انه انا باليوتيوب نزل لي مثلا فيديو معين، انا ما اريد يطلع، اريد هذا خارج عن ارادتي النشر، ممكن يدخل على يوتيوب يعرف التفاصيل الخاصه بعمليه انه يقدر يشتكي ويقدر يقضي هذا. طيب كمشروع الملتقى انه تحدثنا على الاشياء العامه، طيب انه كشخص يعني بشكل خاص جدا، يعني بشكل خاص للملتقى، الاهداف اللي مرجيه انه ننتظرها من هذا الملتقى تكون اهداف معينه مثلا 1، 2، 3، 4، فانه يا ريت نتعرف عليها. هي طبعا الاهداف كثيره. ونتمنى القريبة. ان جزء من عدها يتحقق. نعم. الهدف الرئيسي انه احنا نريد نطور الواقع الاي تي بالعراق
وبالنسبه نظره العالم للعراقيين انه اكو موجودين ناس ذو خبره بهالموضوع. صراحه احنا اللي هم بداخل المجال نفسه تفاجئنا هوايه انه طرحت اسماء مسامعين بيها. نعم. وعندهم امكانيات كلش رهيبه. فاذا انه عندنا انفراستراكشر كبنى تحتيه، عندنا ريسورسز المصادر موجوده، هذا الملتقى ممكن يوفق بيناتهم ونطلع فد اهداف انه نطور من الواقع، يعني نستفاد من هواي امور ندخلها بكل مجالات الحياه ممكن يفيدنا. طبعا كلش التطور بالموضوع اكو، انه الشباب بده يسوي اشياء تخلينا انه ننتقل الى الدول اللي ممكن احنا متطورين بها بهواي شغلات، بس ممكن اكو اشياء تخلينا ننتقل.